مرحبا بكم في قناة جيجا بيوتي. إذا كنتم أول مرة تزورون القناة فدعموني بالاشتراك ولايك وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. هذه هي أهم تصريحات رئيس الجمهورية لممثل الصحافة الوطنية. أجرى اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لقاء مع ممثل الصحافة الوطنية، وخلال اللقاء تطرق الرئيس تبون إلى العديد من القضايا الوطنية والإقليمية الراهنة. في المجال الاقتصادي أكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على القدرة الشرائية التزام من التزاماتي، وأن مؤسسات الدولة هي من ستتكفل باستيراد المواد الأساسية، كما كشف أن استيراد الحبوب بشكل مباشر من طرف منتج العجائن رفع أسعارها. وتوعد الرئيس تبون مضاربين ومحتكري السلع قائلا: لا تسامح مع من يريد المساس بالاقتصاد. وأضاف أن التحقيقات حول ندرة الزيت مستمرة وبعض المتورطين بيد مصالح الأمن. وأوضح الرئيس أن مادة القمح كان سعرها يصل إلى 281 دولار في سنة 2020، ولكن اليوم وصل سعرها إلى 700 دولار. أما بخصوص التضخم، صرح رئيس الجمهورية أن السنة وصلت إلى فيه الجزائر إلى 7%. سيكونون ملزمين فقط بدفع ضريبة على الفوائد لتمكينهم من التوازن ماليا، وكذا الإبقاء على سعر الخبز الحالي. احتياطي الصرف الجزائري في حدود 44 مليار دولار. أما في مجال التشغيل، منح علاوة البطالة بقيمة 13,000 دينار بداية من مارس من منح التغطية الصحية لمستفيدين منها، استحداث ما يقارب 52,000 منصب شغل و907 مؤسسة. أما في المجال الصناعي، رئيس الجمهورية يقولها: انتهى عهد استيراد السيارات من دون خدمة ما بعد البيع، كما انتهى عهد استيراد السيارات من دون خدمة ما بعد البيع. طي ملف استيراد سيارات قبل نهاية الثلاثي الأول ل 2022. لا يمكن أن نعتبر التركيب باستعمال مفك البراغي على أنه صناعة، حيث كنا في الماضي نقوم بالتصنيع في صناعة ميكانيكية. اليوم أصبح لدينا متعاملون يجلبون قطعا مفككة ويدعون ممارسة التصنيع. بخصوص عمل الحكومة والولاة، الحكومة الحالية ما زالت جديدة ومن السابق لأوانه الحكم عليها، كما أن تقييم الأداء الحكومي مستمر وتغيير وزراء يكون إن وقع هناك خطأ فادح. وقال رئيس الجمهورية: لقد أجرينا تقييمين وحركتين في سلك الولاة، والتقييم الثالث على الأبواب. أما في المجال الصحافة والإعلام، فقال رئيس الجمهورية أنه لا يوجد سجين رأي في الجزائر، ويتوعد بكل من يمس بالأمن العمومي أو يمارس البلبلة والشتم والتجريح لا يمارس حرية التعبير. كما قال لهذا الخصوص أنه من ينشر مقالا للمساس بمعنويات الجيش لا يمكن السكوت عليه. وكشف أن هناك من فتح إذاعات تنشر بطريقة غير قانونية، وصرح أن مشروعا قانون الإعلام والسمع البصري سيعرض على الحكومة قريبا. ومن جهة أخرى، قال رئيس تبون أن مدعي صفة محامي اجتمع مع الناتو في بلجيكا ويتحجج بممارسة حرية التعبير. كما يوجد هناك صحف تنشر أرقاما وإحصائيات لا سند لها، والهدف منها هو التهويل. وتابع رئيس الجمهورية أن الزرع التيئيس والأخبار الكاذبة يعاقب عليها بموجب القانون حتى في الدول الغربية. القضايا الدولية، قال رئيس تبون أن كل محاولات الوقيعة بين الرئاسة والجيش وزرع الفتن والأخبار الكاذبة يقف وراءها نظام المخزن والكيان الصهيوني. كما أن ملف الجزائر والمغرب تم غلقه ولا يمكن أن نعود للعلاقات. نحاول بناء ديمقراطية حقيقية ومسؤولة وليس ديمقراطية واجهة. أما بخصوص القمة العربية التي ستجرى في الجزائر، قال رئيس الجمهور: لا وجود لأي خلاف بين القادة العرب حول موعد عقد القمة المقبلة بالجزائر. وأضاف أن موعد
قواعد القمة سيتم ترسيمه في اجتماع وزراء الخارجية مارس المقبل. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. انتظروني في فيديو جديد بإذن الله.